مرحبا شباب بنات، كيفكم؟ ان شاء الله كلاتكم بخير. طبعا اخوان انا فتحت كلان جديد، فاللي حابب ينضم انا حاب اقول لكم شروط هذا الكلان، واللي حاب ينضم خلي يراسلني. فبالاول يا شباب، اول شرط ومن الشروط هي انك تغير اسمك مثل اسامينا اللي ظاهرة قدامكم. مثلا في عندك هون يمن وفي عندك لدرس، اسمي واسم واحد تاني، بتشوفوا كيف بيكون الشكل. هاي اول شغلة لازم نغير الاسم. ثاني شغلة شباب هي يكون عمرك فوق ال 18. ثالث قاعدة انه تكون شخص محترم وادم مثل العالم والناس. ورابع شرط معنا يا شباب انه يكون عندك ديسكورد مشان نقدر ندخل مع بعض اتصال. بدون صوت ما في لعبة، ما في ونسي اصلا. خمسة انك ما تدافع عن غيرك، تمام شباب. ستة انه يكون تفاعلك اليومي من 5 ساعات الى 8 ساعات. عندك ثامن قاعدة ما تقول ليش ما يشتغل هذا وليش ما يشتغل هذا، انا كمان ما عاد افرم. التاسع شغلة انك تسمع كلمتي وتسمع كلمة قائد المساعد. ويا شباب هاي هي بتكون قاعدة الكلان. اقول اللي حابب يراسلني او وافق على انضمام الكلان ووافق على الشروط اللي انا هلا قلتها، رح احط رابط الديسكورد تبع قناتي بعنوان الوصف تبع هذا الفيديو. بتروح بتضغطوا على رابط الديسكورد تبعي، وهنيك بتدوروا على اسمي، بتضغطوا على رسالة انه مشان تراسلوني. خير اخوان، هيك بيكون انتهى شروط الكلان تبعنا. نشوف بعد بالفيديوهات الجاي، وبالفيديوهات الجاي كمان رح يكون في تصميم بيت سولو وتصميم بداية، ولسه في حلقة 2 و3 كمان للجليتشات ان شاء الله. واذا صار عندنا كلان حلو مثل العالم والناس، بنصور فيديوهات مع الكلان كمان. خير اخوان، بترككم في امان الله. السلام عليكم.